تحياتي الاخوان والاخوات اخوتي الاعزاء، اليوم ان شاء الله اخترت لكم فيديو جديد، بلاصه فريده من نوع ديالها. اي واحد جا لمدينه تطوان ضروري خاصو يجي ويزور هذه البلاصه الرائعه. كاينه في تطوان سميتها بوعنان الاخوان، كيف كتشوفوا معايا المناظر خلابه والطبيعه ما شاء الله. هذه البلاصه هذه معروفه بواحد الكاز ديال اتاي الشباري. غادي نشارك معكم كل شيء الاخوان، ولكن قبل ما نمشيو ونشارك معكم الجلسة في القهوة يعني شعبية، بغيت نشارك معكم هاد المناظر الرائعة. ملي تتكونوا جالسين في القهوة راكم كتشوفوا تطوان من الفوق كامل الإخوان، ولكن خصوصا إذا جيتوا في وقت الغروب غادي يعجبكم الحال ويجيكم واحد الأصدقاء. بالنسبة لبوعنان معروفة بالطبيعة ديالها، معروفة بالهدوء ديالها، شي حاجة خيالية الإخوان. شي حاجة إن شاء الله بغيت نشارك معكم البلاصة هادي وتكتشفوا معايا الحبيب ديالي. بالنسبه للاخوان الا كنتو باغي تجيو لبوعنان، ما عليكم الا تشدو طاكسي من حدا المحطه الطرقيه ديال تطوان، غتشدوها وغتقولوا لي بوعنان غادي يديكم ب 10 دراهم 15 درهم. انا جيت ب 10 دراهم طاكسي صغيره الخوت، جيت انا والصديق ديالي. بغينا نجلسوا في هذه البلاصه هذه ونشارك معكم هذا المنظر، حيت شنقول لكم راكم شوف تطوان كيفاش كتبان الخوت من الفوق، ومع جات بحال الجبال وجات مع الطبيعه هذه، راه يا سلام. وغادي نشارك معكم الغروب والله خير الخوت، وتشوفوا معايا واحد المنظر فنقول لكم. واخا نعيا ما نوصف لكم، واخا تعيو تشوفوا معايا في هذا الفيديو، خاصكم تجيو وتريحوا في هذه البلاصه هذه، وغادي تشوفوا الفرق وغتشوفوا الراحه التامه الخوت. بالنسبه للبلاصه هذه معروفه باتاي، بغيتوا قهوه بغيتوا عصير بغيتوا مونادا كلشي كاين، ولكن هذه البلاصه هذه معروفه اللي تيجي لبوعنان تياخذ كاس اتاي الشباري، هو اللي كاين الخوت اللي معروف به وديك الشباب كامل. وحتى هذا الجبل هذا الا بغيتوا تطلعوا وتساروا وتكتشفوا يمكن لكم تساروا فيهم، يهضر معكم الخوت حتى شي واحد، والبلاصه مامنه يعني كالم الهدوء، شي حاجه معتبره للحباب. يلا هم معايا نمشيو نريحوا في القهوه وتشوفوا معايا تتما. الاخوان اللي نقدر نقول لكم سبحان الخالق، سبحان الله، شوفوا معي غير الطبيعه، يعني انك انت طلعتي لفوق الجبل يعني الفوق كتشوف تطوان كامله مع الطبيعه الربانيه. شوفوا معي غير الجبل كيفاش دايره بتطوان الخوت، وانا فضلت انني نجي مع الوقت ديال الغروب باش نشارك معكم حتى الغروب وتشوفوا معي الاجواء كيفاش كتكون. وبالنسبه للقهوه بغيتو تريحوا فوق الجبل، راه تريحوا فوق الجبل كيف انا جالسه الخوت، بغيتو تريحوا لتحت تريحوا لتحت، يعني راكم نتوما قد ما نتوما طالعين لبوعنان، وكاينين قهوات يمكن لكم تختاروا اي بلاصه تريحوا فيها و 100% غيعجبكم الحال الحباب. بالنسبه للاخوان ما نطولش عليكم، كويز ديال اتاي هو هذا الشباري اللي معروف مدن الشمال كامله، ولكن سيروا الخوت ما نطولش عليكم، نخليكم تفرجوا في هذا الفيديو وتعرفوا هذا المنظر الجميل وتمتعوا ليا. خوت ما نطولش عليكم، خليكم مع هذا الفيديو هذا.